اتصدر خبر تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث الترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي محلياً وعالمياً، وده بعد ما سقطت المروحية اللي كان بيستقلها في أثناء رحلته لمحافظة أذربيجان الشرقية. وكان من أكتر الفيديوهات اللي حققت ملايين المشاهدات هو الفيديو اللي بيظهر فيه عمليات البحث عن الطائرة والرئيس الإيراني وسط الغابات وكمان الضباب الشديد. وأعلنت إيران رسمياً عن وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية بعد عمليات بحث استمرت أكتر من 12 ساعة. الغريب في الموضوع أن السوشيال ميديا كلها كانت بتتكلم عن توقعات ليلى عبد اللطيف عن الحادث قبل وقوعه بفترة طويلة جداً ضمن سلسلة توقعاتها. وهنا مهم نقول صحيح ليلى عبد اللطيف اتوقعت الحادث ده وغيره، لكن مش لازم ننسى أنه كذب المنجمون ولو صدق.